السلام عليكم. دلوقتي هندخل في اللاب 3 اللي هو بتاع نيوتن راسل دوت فلو. الجزء من الاول هنا كده لغايه هنا هو الجزء بتاع الجاوس سايد لود فلو اللي هو بتاع لاب 2. برضو هتحط الداتا بتاعت الاليمنتس بتاعتك وهتحسب الواي باز، هي نفس المساله، هي نفس الارقام ونفس الطريقه. تاني حاجه احنا موجوده برضو في شبه الجزء اللي فات، برضو هتحط الداتا بتاعت الباسز عندك من 1 لـ9، حط ال V وال B وال Q generated وال V load وال Q load وال type. بس هنا الاختلاف ان هنا الصفر type صفر هو ال type select. طب ال type 1 هو ال type ال PV وال type 2 هو ال type ال PQ، يعني 2 هي ال PQ و1 هي ال PV. المرة اللي فاتت كان عكس 1 و2 دول، بس دلوقتي الاثنين هي ال PQ و1 هي ال PV. تمام. اول حاجه بتعملها تحسب الفي باس زي ما قلت المره اللي فاتت، هتعدي على كل الباسز. لو الباس ده بي من النوع 2 اللي هو بي كيو، هتخلي الفي باس بواحد عشان هي مش جيفن عندك، هتعمل لها كده في الليت ستارت. لو هي مش بي كيو اللي هي بي في او سلاك، هتشوف الجيفن كام بكام وتحطها فيها، يعني في باس اوف كي فوق كي 1، يعني هتخليها داتا بي اوف كي 2، يعني العمود الثاني، هتشوف القيمه بكام وتحطها فيه. يبقى انت كده عملت الفي باص اللي هو العمود ده، جبته وسميته الفي باص. تمام. هتحسب بقى البي جيفن والكيو جيفن. البي جيفن بتساوي ايه؟ بتاعت كل element، بتاعت كل باص. برضو هتعدي على كل باص تحسب الجنريتد ناقص ناقص اللود، العمود الثالث بتاع الجنريتد، والعمود الخامس بتاع اللود، العمود الثالث بتاع البي جنريتد، العمود الخامس بتاع البي لود. طيب والكيو تحسب برضو الكيو جنريتد ناقص الكيو لود. يبقى انت كده حسبت البي جيفن والكيو جيفن، يبقى كده تمام. هتبدا تدخل بقى في الايتريشن زي ما دخلت في الايتريشن المره اللي فاتت. ايتريشن بزيرو اول حاجه، الاكيورسي بالرقم ده، وطبعا كل ما هتصغر الرقم ده كل ما عدد الايتريشن ده هتزيد والدقه في المساله هتزيد. الايرور برضو قيمه انيشيال، اي قيمه اكبر من الاكيورسي. تمام. وايل اكيورسي اكبر من الوايل ايرور اكبر من الاكيورسي، خليك جوه تعمل ايتريشن. طول ما الايرور اكبر من الاكيورسي هتفضل تعمل ايتريشن. اول ما الايرور هيقل عن الاكيورسي يبقى انت كده خلصت ايتريشن. ايتريشن بتساوي ايتريشن بلس 1، كل مره كل ما تدخل في ايتريشن هتزود عليه واحد، كان صفر هتخليه واحد، هتخليه اثنين، هتخليه ثلاثه، وهكذا عشان تعرف عملت كام ايتريشن. تمام. في المساله دي بقى انت كنت بتعمل ايه؟ هو هنا اول حاجه عملها ايه؟ هتحسب الاس كالكوليتد. اي باس بتساوي اي باس في في باس، ده قانون موجود برضو من زمان. اي باس بتساوي اي باس في في باس، ده انت كده حسبت الاي باس اللي هي هيبقى ماتريكس طويله تبقى 9 في 1 على حسب المساله بتاعتك دي. هتحسب الاس كالكوليتد بتاعت كل باس، يعني انت هتعدي على كل باس من 1 لغايه بي، من 1 لـ9. اس كالكوليتد بتاعت الباس الاولين تساوي في في كونجيجيت الاي. طب اس كالكوليتد بتاعت الثاني في الثاني في كونجيجيت الاي الثاني، وهكذا. يبقى انت كده حسبت في الاس كالكوليتد بتاعت كل الباصز. عايز منها البي هتاخد الريل، عايز منها الكيو تاخد الايماجينري. طيب انت هنا في النوع ده من المسائل او في النيوتن رافسون ده انت عايز تعمل ايه؟ عايز تحسب الجاكوبيان. دي الجاكوبيان هتحسبها ازاي؟ احنا كنا بنقسمها 4 ارباع، الجاكوبيان الاولانيه الثانيه الثالثه الرابعه. تمام. الجاكوبيان وكنا بنقسمها على حاجتين، انت مثلا في الجاكوبيان الاولى بيبقى فيه الاليمنت اللي هي الدياجونال والاليمنت اوف دياجونال. تمام. الكي اللي هي الاي هتاخد 4K من 2 لبي. اول حاجه احنا هنا ليه عملنا 2؟ عشان احنا معناش السلاك، يبقى انت تعدي على كل الباسز ما عدا السلاك. تمام. الار بزيرو اللي هي الرو، يعني انت كده اول ما هتدخل هتخلي اللي يبقى انت كده في الصف الاولاني. السي بزيرو الكولوم، يبقى الار بتعبر عن الرو بتاع ده، الصف ده او الصف ده او الصف ده. السي بتعبر عن الكولوم، الكولوم ده او الكولوم ده او الكولوم ده. تمام. اف داتا اوف ام و7 ايكوال 2، يعني لو الباص ده بي كيو هتبدا تحسب شويه الحاجات دي، او هتبدا تحسب تعمل لها عمود.
انما لو هي مش بي كيو يبقى انت تمسح العمود بتاعها. يعني ايه؟ ثواني، دي انت عندك مثلا ده بي في، طالما هو بي في يبقى انت بتشيل العمود ده وبتشيل دي وبتشيل ده وبتشيل ده، يبقى انت هتقول له لازم تكون الباص اللي انت بتحسب عنده بي كيو. لو هو مش بي كيو يبقى انت كده مش هتحسب له. تمام، هي كانت مسألة كده يعني. تمام، يبقى انت هتقول له، يبقى انت كده متأكد ان هو ايه بي كيو. طب انت هتعمل ايه بقى؟ انت كنت بتحسب الجاكوبيان دي ازاي؟ كنت بتحسب يا اما الاون دايجونال يا اما الاوف دايجونال. طب الاون دايجونال يعني كي ايكوال ايكوال ام، الكي اللي هي الاي والام اللي هي الجي، يبقى دي بي اي باي دي في اي عشان هما الاثنين شبه بعض اللي هي دي، يساوي ايه؟ بي على في بلس في في جي اي اي. البي البي اللي هي الريل من الاس كالكوليتد، احنا مش حسبنا الاس كالكوليتد. ثواني صور دي شويه. احنا حسبنا، انت عايز تحسب الاول الاون دايجونال. تمام، الاون دايجونال بحسبها ازاي؟ البي على في بلس في في جي اي اي. البي اللي هي الريل بتاع الاس كالكوليتد اهو، تمام، بتاعت الباص ده على ابسوليوت اوف في باص اللي هي دي زائد ابسوليوت اوف في باص اللي هي دي في جي اي اي. جي اي اي دي اللي هي الريل بتاعت الواي باص اوف كي وكي، عشان احنا قلنا الكي هي الاي والام هي الايه هي الجي. تمام، يبقى احنا كده حسبنا الاليمنت الدايجونال بتاعت الجاكوبيان الاولى. تمام، عايز بقى نحسب الاليمنت الاوف دايجونال بتاعت الجاكوبيان الاولى، بيحسبوها ازاي؟ يبقى دي الاوف دايجونال بتاعت الجاكوبيان الاولى، لو كي بتساوي ام يبقى انت في دي، الس اللي هي كي يعني مش بتساوي ام يبقى انت في الاوف دايجونال، يبقى جي اوف ار وسي يساوي في اي في واي اي جي في كوساين الكلام ده، في اي اللي هي الابسوليوت قصدي بتاع الفي اي في الابسوليوت بتاع الواي جي جي، يبقى الابسوليوت بتاعت الفي باس اوف اي ولا جي دي انا مش شايف اي في واي باس اوف اي جي في كوساين برضو هيضرب الكوساين الواي باس في الفي باس اوف جي على في باس اوف اي. لما هو يضربهم في بعض كده، لما يضرب دي لما يضرب حاجتين في بعض يبقى الزوايا بتتجمع، ولما يقسم يبقى الزوايا بتنطرح، يبقى هو جمع الزوايا وطرحهم هيطلع له رقم وزاويه. هو كتب انجل العمليه الحسابيه دي، يبقى هو خد الانجل من القيمه اللي طلعت له وهيحطها في كوساين، يبقى تاني فوق الريل البي على في اوف كي بلس في اوف جي، تمام، في الريل بتاعت الواي باص والجي اوف 1، يبقى دول بتوع الاون دايجونال ودول بتوع الاوف دايجونال بتاعت الجاكوبيان الاولى. ندخل بقى في الجاكوبيان الثانيه. الجاكوبيان الثانيه برضو انت هتعملها الار بصفر وبعد كده السي بصفر وهتزود الروز وهتزود الكولوم. الكي اللي هي الاي هتخليها من 2 لبي، والام برضو يعني انت في دي في الفور دي تقدر تلف على كل الباصز، وجوه كل مره انت بتلف على كل الباصز هتدخل في الفور دي تلف على كل الباصز. يعني خلينا مثلا الكي الاولى كانت ب2 تدخل هنا، الام الاولى ب2 خلصتها، الام ب3 ام ب4 ام ب5 لغايه 9 خلصتهم، تيجي طالع الكي ب3 يبقى الام ب3 ب4 لغايه 9 وهكذا، يطلع الكي بقت ب3 ينزل هنا الام ب2 وب3 وب4 و5 لغايه 9 وبعدين الام ب4
وهكذا. يعني انت بتلف على كل element مرتين، مرة في الرو ومرة في الكولوم. الرو كل مرة بتزود فيه واحد، والكولوم كل مرة بتزود فيه واحد. تمام. المرة اللي فاتت كنت انت بتقوله لازم يبقى عشان تعمل له عمود لازم يكون هو بي كيوب. المرة دي اف داتا بي وفي ام وسبعة مش بصفر، يعني لو كانت هي بي في او بي كيو اعمل له عمود. يعني هي لو بي في او بي كيو اعمل له عمود، زود على الكولوم واحد. تمام. لو هي دايجونال هنشوف بقى القانون بيقول ايه. في الجاكوبيان التانية القانون بيقول ناقص كيو ناقص في سكوير او ابسوليوت في سكوير في بي اي اي، يبقى ناقص يبقى جي 2 لو هما الكي ايكوال ايكوال ام، يعني انت في الدياجونال يبقى الجي 2 اوف ار وسي هتبقى مثلا 2 و2 او 3 و3 او هكذا، يساوي ناقص الايماجيناري بتاع الاس كالكوليتد اللي هي ناقص كيو. حسبنا الاس كالكوليتد هتاخد الايماجيناري منها وتضربه في السالب، ناقص ابسوليوت اوف في باس اوف كي 1 تربيع الكي اللي هي الار زي ما قلنا، يبقى الفي باس تربيع في الايماجيناري بتاع الواي باس. الايماجيناري بتاع واي باس اوف اي واي اللي هو الايماجيناري بتاع الواي باس اوف كي وكي. تمام. يبقى احنا كده حسبنا الايه الفي 2 كالكول ال سوري الجاكوبيان 2 اللون دايجونال. نحسب بقى الاوف دايجونال يساوي سالب الفي اي في الفي جي في الواي اي جي في ساين الزاويه دي في اي اهو، او نايس ابسوليوت الاول في اي هو ده عشان قلنا الكي هي الار، في في جي اللي هي الام قلنا اللي هي دي، واي باس اوف اي جي قلنا اللي هي دي. تمام. في ساين انجل اوف الكلام ده قلنا هنعمل ايه، هنا زاويتين مضروبين ناقص زاويه، هتعمل ايه؟ هتشوف الواي باس اوف اي جي في الفي اوف جي على الفي اوف اي. يبقى انت كده عملت ايه؟ ضربت رقمين في بعض وقسمتهم على رقم ثالث. الزوايا بيحصل فيها ايه لما تعمل كده؟ بتتجمع الزوايا المضروبين وتطرح زاويه المقسوم. تيجي تقول لي بقى الناتج هيطلع رقم وزاويه، انا عايز اخد زاويه الناتج اللي طلع واحطها لي جوه الساين. تمام. يبقى انت كده حسبت الجي 2. طيب ندخل على الجي 3، دي الجي 3 هتقول له برضو الرو بصفر كل مره هتزود على الرو واحد، الكولوم بصفر كل مره هتزود على الكولوم واحد. هتقول له عشان تعمل لي صف في الجي 3 لازم يكون بي كيو، يعني انت عندك في الجي 3 دي عشان تعمل صف او عمود لازم يكون من النوع بي كيو، غير كده مش هيتعمل هيتشطب. تمام. دي احنا كنا بنعملها، كنا بنمسح صف وكنا بنمسح صفوف الاعمده لو حد فاكر يعني. هتقول له برضو لو الاون دايجونال هتشتغل على القانون ده كيو اي على في اي، كيو اي اللي هو الايماجيناري اس كالكوليتد على الفي اي ابسوليوت اوف في نايس ابسوليوت اوف في اللي هو ده في الايماجيناري بتاعت الواي باس اوف كي وكي اللي هي اي اي. تمام. لو هما مش قد بعض اللي هو اوف دايجونال يبقى ده القانون ناقص ابسوليوت في اوف ام في واي باس اوف ام وكي، وبرده ساين انجل بيضرب ويقسم وياخد الزاويه منهم ويحطها جوه الساين. في مشكله لغايه دلوقتي؟ مفيش مشكله. جاكوبيان 4، جاكوبيان 4 هتعدي برده على كل الصفوف على كل الاعمده، بس مش هتاخد اي، هتمسح كل الصفوف ما عدا البي كيو وهتاخد كل الاعمده عادي. تمام. القانون هيطلع برضو عادي زي القوانين التانية. ده القانون اهو، الريل نايس الابسوليوت، الريل بتاع الاس كالكوليتد نايس الابسوليوت وفي اي تربيع في الجي اي اي اللي هو الريل بتاع الواي باس اوف كيو كي، والاوف دايجونال هيطلع هو ده برضو نايس ابسوليوت في اوف كي واي في باس اوف. قانونها متغير ولا ايه؟ ولا هو هو؟
هو القانون هنا متغير شوية بصراحة، مش عارف مين فيهم اللي صح، مش فاكر. بس هو المفروض هنكتب نفس القانون ده على هنا، تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنخلي بقى نعمل بقى الجاكوبيان بتاعتك. احنا حسبنا الجاكوبيان كده على 4 مرات، عايزين بقى نحسب الجاكوبيان الكبير. هتحط الجاكوبيان الكبير يساوي الجاكوبيان الاولى جنب الجاكوبيان الثانية، وتحط تحتيهم الجاكوبيان الثالثة والجاكوبيان الرابعة، تمام. هتعمل ايه تاني؟ الار بصفر دي انت كأنك بتعد عداد، كل مرة هتزود، هتعدي على كل الباصز. دلتا بي يساوي البي الجيفن ناقص البي كالكوليت، يبقى انت كده حسبت الدلتا بي. طيب والدلتا كيو، احنا الاس كالكوليتد دي احنا حسبناها فوق، والبي ان دي اللي هي كانت الطرح الجنريتد نايس الكالكوليتد، يبقى انت حسبت الدلتا بي، يبقى انت كده حسبت الدلتا بي لكل الباص. طب هنا هتعمل ايه؟ هتحسب دلتا كيو لكل الباص، يعني هي برضو نفس الكلام ار بصفر، بس هو هنا زود حاجه، زود ده والاند بتاعته طبعا. طب زود ده ليه؟ عشان يقول لك ان البي كيو مش هتحسب لها، مش هتحسب دلتا كيو غير لل جيفن بس. يعني انت عندك مثلا الباص بي في، انت عندك باص بي في مش معاك اصلا كيو جيفن، فانت مش هتعرف تحسب البتاع دي، يبقى انت بتحسب دلتا كيو للباصز بس اللي هي بي كيو. عشان كده احنا كنا فوق في حاجات كنت بتحط لها شروط وصفوف بتتشال او اعمده بتتشال من الجاكوبيان، تمام. فحسبنا الدلتا بي والدلتا كيو اللي هم ايه؟ اللي هم دول، اللي هم دول برضه، تمام. دول دلتا بي دلتا بي دلتا بي دلتا كيو دلتا كيو دلتا كيو، بس طبعا ده متشال عشان احنا قلنا زي ما شلنا هنا، زي ما شلنا هنا ان هو مش بي في اهو، يعني مش بي كيو، يعني ده بي في اهو، هتلاقيه هنا متشال، الكيو بتاعته متشال، تمام. الدلتا بي كيو تحط الدلتا بي وتحتيهم الدلتا كيو، دلتا بي وتحتيهم الدلتا كيو، تمام. الدي في دي اللي هي دي اللي هو ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن دي في انفرس الجاكوبيا، يساوي انفرس الجاكوبيا، سوري، يساوي انفرس الجاكوبيا في دي بي كيو، تمام. طيب انا عايز بقى، يعني انا دلوقتي جبت المصفوفة دي اللي هي اللي هما دلتا في وتحتيهم دلتا كيو، انا عايز بقى اطلع الدلتا في لوحدهم والدلتا دلتا لوحدهم، اطلعهم ازاي؟ يبقى انت هتشوف عدد صفوف او عدد صفوف ال في كام وعدد صفوف الدلتا كام. هتعمل ايه؟ هتعمل حاجة اسمها ان بي كيو يساوي لينس الدي في دي، يعني انت هتجيب اللينس كله، تمام؟ اطرح منه العدد الباصز وزود عليهم واحد. انت لما تعمل كده يبقى انت جبت عدد صفوف الفي، يعني مثلا في المسألة دي 4 اهم، لينس اوف دي كام؟ 1 2 3 4 5، 5، شيل منهم 4 وزود عليهم واحد، يتفضل لك 2 اللي هم دول. يبقى هي دي الطريقة دكتور افتكاسها كده، يعني عشان يعرف عدد الفي كام، تمام. عايز بقى انا اطلع الفي لوحدهم، يبقى انت هتمشي الكي من 1 لان بي كيو، يبقى انت هتمشي لو الان بي كيو دي مثلا طلعت ب2، يبقى تمشي 1 و2، يبقى انت هتاخد العنصر ده وتاخد العنصر ده، دي في يساوي دي في دي اوف كي 1، يعني دي في دي اللي هو الناتج هتاخد منه العناصر وتحطها في دي في امتى او فين؟ في العناصر اللي هي فيها دلتا في، تمام. يبقى انت تمشي من اول العنصر الاولاني لغايه كل العناصر اللي فيها دلتا في وهتحطها في دي في. طب وبعدين هتاخد العناصر من اول ان كيو بلس 1 اللي هو من اول العنصر هنا لغايه لينث اوف دي في دي، لغايه اخر دي في دي، هي احنا قلنا دي هي اللي اسمها دي في دي، لغايه اخرها، وهتخليهم في دي دي اللي هي دي دي اللي هي بتعبر عن دلتا دلتا، هتاخد كل الاليمنت وتحطها في دلتا دلتا، يبقى انت كده بقى معاك مصفوفتين دي في ودلتا دلتا، دي في اللي هما الاثنين دول او الدلتا في ودلتا دلتا اللي هما دول، تمام. دلوقتي هتعمل ايه؟ عايز بقى تحط تزود الدلتا في والدلتا دلتا على القيم اللي كانت موجودة عندك،
هتعمل ايه؟ هتقول له 4K من 2 ل بي، هتعدي على كل الباصز ما عدا السلاك. كل مرة نيو بتساوي انجل اوف في باص بلس دي دي اوف ار 1. دلوقتي نقول الحتة دي تاني، احنا حسبنا الدلتا في والدلتا دلتا، ايه اللي ناقصني دلوقتي؟ ان ازود الدلتا في والدلتا دلتا على الفي والدلتا اللي كانوا جيفن عندي عشان احسب الفي والدلتا الابتدائي. فالدكتور بيعملها بطريقة يمكن غريبة شوية. هو بيعمل ايه؟ بيشوف، بيقول نيو هيعدي على كل الباصز، النيو يساوي الانجل بتاعت اللي كانت موجودة قبل كده زائد الدلتا دلتا. يعني هو نيو دي عبارة عن مجموع الزاويتين، الزاوية القديمة والزاوية الدلتا، دلتا دلتا عشان حطها في نيو. بيجيب الفي باص ازاي؟ بيجيب الابسوليوت يضربه في كوساين الزاوية بلس اي ساين الزاوية، عشان كده يجيب القيمة كريل وإيماجينري، يجيبهم الاثنين. فبيضرب الابسوليوت اللي كان موجود في كوساين الزاوية بلس اي ساين الزاوية، عشان هنا ايه اللي اتغير؟ الابسوليوت اللي كان موجود، عشان في المرحلة دي انت مغيرتش الابسوليوت، انت خدت تغيير بس بتاع الزاوية. يعني انت هنا بتحسب تغيير بتاع الزاوية هيغير لك ازاي على الفي باص، فانت هتاخد الابسوليوت بتاع الفي باص القديم اللي انت كنت حاسبه، اللي انت كنت جايبه من فوق خالص، ضرب كوساين الزاوية الجديدة بلس اي ساين الزاوية الجديدة. وبعدين هتدخل على المرحلة اللي بعد كده. المرحلة اللي بعد كده بيعمل ايه؟ هيشوف، هيعدي على كل الباصز، بس هنا هيعدي على الباصز البي كيو بس، عشان البي كيو بس هو اللي انت هتغير لها الفي، انما الابسوليوت بتاع الفي، انما البي في ما ينفعش تغير لها الابسوليوت بتاع الفي عشان هو بيبقى المفروض ان هو قيمة ثابتة. فانت هتعمل ايه؟ هتحط له، لازم تحط له الشرط ده عشان ما يغيرش الابسوليوت بتاع البي في. ار بتساوي ار بلس 1 عشان كل مره اغير الار. نيو ايكوال ابسوليوت اوف في باس، بيجيب الابسوليوت القديم ويزود عليها الدلتا في. هنا جاب الزاويه القديمه وزود عليها دلتا دي، هنا جاب القيمه الابسوليوت القديمه وزود عليها دلتا في. وبعد كده هيقول لك النيو، النيو هنا عباره عن ابسوليوت، النيو فوق كان زاويه، انت تاخد الابسوليوت تضربه في كوساين الزاويه بلس اي ساين الزاويه. الزاويه انهو؟ الزاويه القديمه عادي، عشان انت عندك المره دي اللي اتغير ايه؟ الابسوليوت. يعني انت خدت الابسوليوت حطيته الجديد ضرب كوساين الزاويه القديمه بلس اي ساين الزاويه القديمه. انما فوق لما كنت بتغير الزاويه بتحط الابسوليوت القديم في كوساين الزاويه الجديده بلس اي ساين الزاويه الجديده. يبقى انت كده عملت ايه؟ بعد الاثنين دول كده مع بعض، انت كده اهو من اول هنا، يعني انت كده عرفت تجيب الفي باص والفي باص كقيمه وكزاويه لكل الباص. من فوق من شويه يعني من فوق حسبنا الدلتا بي والدلتا كيو، اهو حسبنا الدلتا بي والدلتا كيو. هتجيب الماكسيموم بتاع الدلتا بي وتسمي ايرور، يعني شوف اكبر ايرور كان موجود في الدلتا بي وتسمي ايرور وتطلع فوق. خلاص بقى انت عرفت الايرور بكام، طلع الايرور بخمسه، بنص، باي رقم، طلع اكبر من الاكيورسي ولا اقل من الاكيورسي؟ اكبر من الاكيورسي. هتعيد تاني، تفضل تعيد وتعيد وتعيد لغايه لما تبقى الايرور اقل من الاكيورسي، تبقى انت كده خلصت المساله.